وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والعراقي السيد أحمد جميلي. مرحبا بك سيد أحمد. أهلا ومرحبا. بداية سيد أحمد، اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت إلى موجة جديدة من التظاهرات تبدأ اليوم، لو تصف لنا الأجواء وأعداد المتظاهرين في ساحة التحرير من فضلك. نعم، الآن يتوافد إلى ساحة التحرير الآلاف من المواطنين العراقيين الذين قدموا من مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد، وكذلك شهدت مداخل مدينة بغداد زحاما كبيرا، عندما أيضا توافد الآلاف من سكان المحافظات القريبة قاصدين المشاركة في تظاهرات ساحة التحرير. نعم. ساحة التحرير ومنذ ساعات الصباح الأولى كانت مكتظة بالمتظاهرين الذين تجمعوا حتى آخر نقطة قريبة من قوات مكافحة الشغب، بينما شهدت بناية المطعم التركي أيضا تجمع المئات من المتظاهرين الذين يرفضون مغادرة هذه البناية التي أصبحت لها رمزية كبيرة ترمز إلى الاعتصام وترمز إلى قوة وثبات المتظاهرين في ساحة التحرير. حتى هذه اللحظة بدأت العوائل البغدادية أيضا بالقدوم، وهم يصطحبون أطفالهم كأنهم ذاهبين في نزهة حقيقة. يعني هنالك مشاهد رائعة، هنالك مشاهد رائعة توحي بأن المتظاهرين يعني مصرون على مواصلة هذه التظاهرات حتى تحقيق كامل أهدافها. نعم سيد أحمد، يعني دعني أسألك، المتظاهرون تعرضوا خلال اليومين الماضيين لحملة قمع كبيرة كما تعلمون من القوات الأمنية، وحتى الميليشيات استخدمت فيها قنابل غاز قاتلة. كيف وجدت رد فعل المتظاهرين حيال هذا القمع، وهل أثناهم عن تلبية دعوة اللجنة المنظمة للتظاهرات؟ نعم، هنالك قمع متواصل من قبل القوات التي تمسك بمنتصف جسر الجمهورية. بالمقابل اللجان والتنسيقيات من الشباب المستقل الذي يدير الأمور داخل ساحة التحرير يقوم بتوثيق جميع الحوادث الأمنية والاعتداءات التي تطال المتظاهرين من قبل القوات الحكومية. وهنالك لجان تنسيقية تعمل القناة في قمع المتظاهرين، وهنالك أيضا لجان قانونية شكلها محامون عراقيون مستقلون تطوعوا من أجل تقييد وتوثيق هذه الحوادث في محاضر وكأنها محاضر تحقيقية من أجل إعدادها لاحقا لرفع دعاوى ضد الحكومة الحالية وكذلك ضد القوات الأمنية التي تولت عمليات قمع المتظاهرين بالتعاون مع عناصر تابعة لميليشيات معروفة متنفذة في بغداد. مع ذلك ورغم كل عمليات القمع والقتل المتواصل وأكثر من 250 جريح وأكثر من 11,000 جريح، نعم، إلا أن المتظاهرون مرابطون ومصرون على استمرار هذه التظاهرات. نعم سيد أحمد، حول موضوع الجرحى وشهداء، يعني مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في المواد المستخدمة بالقنابل المسيلة للدموع والأسلحة التي تستخدمها القوات. كيف كان تأثير قنابل الغاز المستخدمة ضد المتظاهرين العزل على خلفية أنباء عن حدوث اختناقات شديدة لهم، لو تصف لنا آثار تلك القنابل؟ نعم بالتأكيد، يعني أنا أحد ضحايا هذه القنابل المسيلة للحقيقة وهذا الغاز المستخدم. يعني ظهرت على الثامنة طفح جلدي باللون الأحمر، وكذلك أيضا أدت هذه القنابل إلى حدوث مشاكل في التنفس وأيضا حالات إغماء كبيرة، وكل ذلك تحدث عنه أطباء
متطوعون كنا قد قابلناهم في ساحة التحرير وتحدثوا معنا باعتبارنا صحفيين من أن هنالك غازات غير معروفة مستخدمة ضمن تركيبة القنابل التي في ظاهرها أنها قنابل مسيلة للدموع، إلا أنها قد جرى تعديلها أو إضافة إلها يعني عناصر كيميائية معينة تؤدي إلى حدوث حالات تشنج عضلي لمن يصاب بها من المتظاهرين. وأيضا بخصوص نوعية القنابل المستخدمة تبين بوزن ثقيل جدا يختلف عن القنابل المستخدمة لدى جميع قوات مكافحة الشغب في الدول الأخرى. كما تعلمون هنالك مظاهرات تجري في كوريا الجنوبية وكذلك حتى نعم سيد أحمد، دعني أسألك السؤال الأخير وهو مهم جدا، وكيف تقرأ رفض المتظاهرين ما أسموه محاولات الأحزاب ركوب موجة التظاهرات للاستفادة منها؟ نعم، هنالك وعي كبير لدى الشباب المتظاهر، يعلمون جيدا أن هنالك أحزاب وتيارات دينية تحاول ركوب هذه الموجة والقفز من مركب الحكومة العراقية وحكومة والقفز من مركب السياسيين الذي يقارب على الغرق وسط كمية التظاهرات ووسط الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق الآن ضد أحزاب السلطة أحزاب الفساد. لذلك هنالك وعي كبير، يعلمون جيدا أن بعض السياسيين يحاول التخلي عن بعض امتيازاته مقابل أن يظهر أنه مع مطالب المتظاهرين من أجل ركوب هذه الموجة واستغلال حالة الغضب والهيجان الشعبي الجاري في بغداد. نعم، الصحفي العراقي أحمد الجميلي، شكرا لانضمامك إلينا.